أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. السلام عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة، وإن شاء الله شهر رمضان مبارك عليكم جميعا. اليوم سأروي لكم حكاية بعنوان حارس الأجداد أو حارس المقبرة، وهي حكاية قديمة، وبالمناسبة قد وقع تجسيدها في حلقة من حلقات مرايا قديما. وقبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك، ودعونا نبدأ. عموما تقول الحكاية: في قديم الزمان وفي إحدى القرى الريفية، وكما تعرفون تقريبا في كل قرية توجد مقبرة أو جبانة باللغة العامية، وتقوم دائما البلدية بتعيين حارس أو ما يسمى عساس بالعامية لكي يقوم بحراسة المقبرة والقبور إلى آخره. وتقول الحكاية أنه في يوم من الأيام مات الحارس الذي كان يقوم بحراسة هذه المقبرة، وانطلقت البلدية في البحث عن حارس جديد. وبعد بحث طويل أخيرا وجدوا رجل متواضع وكبير في السن يدعى صالح، يناديه الناس في القرية بالعم صالح. وكانت هذه المقبرة تقع على مسافة من القرية وبالقرب من الجبل، وكانت تقريبا في مكان خالي وبعيد عن الديار. وكان صالح يعمل في حراسة المقبرة في النهار لساعات قليلة، ولكنه كان يقضي طوال الليل في المقبرة ولا يرجع للمنزل إلا عند صلاة الفجر. وكانت الأيام الأولى تجري على ما يرام، ولكن في ليلة من الليالي ومع منتصف الليل تقريبا، وبينما كان صالح جالس في المقبرة والظلام يعم في الأرجاء، فجأة سمع صالح صوت عربة تتوقف بالقرب من المقبرة، وبعدها شاهد رجل طويل القامة يرتدي ثياب سوداء كان يمشي بين القبور. ارتعب صالح في مكانه وتسارعت دقات قلبه، وأشعل بسرعة المصباح ليرى من هذا الرجل الذي يتجول في المقبرة في هذا الليل. وصار صالح ينادي بأعلى صوته: من أنت يا هذا؟ هل أنت من الإنس أو من الجان؟ وإثر ذلك جاء الرجل الغريب لصالح وقال له: يا عم صالح لا تخف، أنا جئت إلى هنا من أجل لقائك، هل من الممكن أن أتحدث معك قليلا؟ فأنا لدي كلام أريد أن أقوله لك. واطمأن صالح قليلا لذلك الرجل وقال له: حسنا، أخبرني من أنت وماذا تريد أن تقول لي. وبالفعل جلس ذلك الرجل الغريب وقال لصالح: يا عم صالح، ما رأيك أن تشتغل معي وأنت جالس هنا في هذه المقبرة؟ وسوف أعطيك كل ليلة 1000 دينار. تفاجأ صالح وقال للرجل الغريب: 1000 دينار في الليلة الواحدة؟ يا رجل البلدية وعدتني 500 دينار في الشهر، وأنت الآن تقول لي 1000 دينار في الليلة الواحدة؟ كيف ذلك؟ وهنا قال الرجل الغريب للعم صالح: كل ما عليك فعله هو أن تسمح لي كل ليلة أن أأتي إلى المقبرة وأن أقوم بفتح إحدى القبور القديمة من أجل إخراج جمجمة إنسان ميت، هذا كل ما في الأمر، ومن ثم نقوم بإعادة التراب فوق القبر ولن يعرف أحد بحكايتنا. ولكن صالح ارتعب من كلام ذلك الرجل الغريب، وفي البداية رفض رفضا قاطعا أن يعمل مثل هذه الأمور، ولكن ذلك الرجل ظل يحاول إقناع صالح وأخرج من جيبه 1000 دينار كاملة وقال له: خذ يا عم صالح، سوف تصبح من الأغنياء، وأما عن الأموات فهم أموات، لماذا لا ننتفع من جماجمهم وهياكلهم؟ 1000 دينار في الليلة الواحدة. عموما وافق صالح على أن يعمل مع هذا الرجل الغريب، وبالفعل صار ذلك الرجل الغريب كل ليلة يأتي للمقبرة ويقوم بالحفر والنبش في إحدى القبور ويخرج منها جمجمة بشرية، وفي المقابل يعطي لصالح 1000 دينار. وكان صالح كل ليلة مع الفجر يعود للمنزل ومعه 1000 دينار كاملة. والأمر العجيب في الحكاية أن صالح عوضا على أن ينتفع بتلك الأموال، لا فقد كان يقوم بإخفاء الأموال في كيس ثياب قديم يعود لجده، والكيس يعني شكارة أو وعاء. كان صالح كل ليلة يقوم بوضع 1000 دينار داخل كيس الثياب، وكان يقول لزوجته وأبنائه:
إياكم والاقتراب من ذلك الكيس، فهو أعز ما لدي. فبداخله توجد ثياب جدي المرحوم، وهي غالية علي كثيرا. إياكم، وثم إياكم أن يقترب أحدكم من كيس الثياب هذا. وصالح كان لا يريد أن يعلم أحد بالأموال التي كان يخفيها في ذلك الكيس. وبالفعل مرت الأيام والأيام، وكان ذلك الرجل كل ليلة يأتي للمقبرة ويقوم بنبش أحد القبور وإخراج منها جمجمة بشرية، وفي المقابل يقوم بإعطاء صالح 1000 دينار كاملة. وصالح كعادته كان يعود للفجر إلى الدار ويضع تلك الأموال في كيس ثياب جده دون أن يعرف أحد. مرت الأيام والأسابيع، وفي يوم من الأيام مرض صالح فجأة، ولم يمر ذلك اليوم حتى توفي صالح وفارق الحياة متأثرا بذلك المرض. ذاع الخبر في كامل القرية، حزن الجميع على وفاته، وقاموا بتغسيله ومن ثم وضعوه في النعش. وقبل أن يذهبوا به إلى المقبرة قالوا لزوجته: يا امرأة، هل لديك طلب أو هل أوصى صالح بأمر قبل وفاته؟ قالت الزوجة: لا. ولكن قالت لهم: إن صالح زوجي طوال حياته كان لديه شيء غالي جدا على قلبه. فقالوا لها: ما هذا الشيء؟ قالت لهم: إنه كيس ثياب جده، خذوا هذا الكيس وادفنوه مع صالح في قبره. فزوجي صالح طوال حياته كان هذا الكيس غالي عليه جدا. وبالفعل أسرعت الزوجة وأحضرت الكيس وأعطته لرجال القرية دون أن تقوم بفتحه ودون أن تعرف أنه يحتوي على أموال طائلة كان يخفيها صالح هناك. وبالفعل اتجه الرجال إلى المقبرة وقاموا بوضع صالح في القبر، وقاموا بوضع ذلك الكيس مع صالح في القبر، ولا أحد من سكان القرية يعرف ما يوجد في ذلك الكيس. وقاموا بدفنه وغادروا جميعا المقبرة. فعلا إنها لحكاية عجيبة، ولكن ليس هذا فقط، فالعجيب ما زال لم يقع بعد. باختصار ودون أن أطيل عليكم، بعد أيام على وفاة صالح قامت البلدية بالبحث عن حارس جديد للمقبرة، ووجدوا رجل من القرية يدعى قاسم. وفي أول ليلة عمل لقاسم في المقبرة وقعت له نفس الحكاية التي وقعت لصالح. جاءه نفس ذلك الرجل الغريب، ودون أن أطيل عليكم عرض عليه نفس العمل ووافق قاسم. وذلك الرجل الغريب ذهب لقبر صالح لكي يقوم بحفره ونبشه من أجل إخراج جمجمته. وبينما كان ذلك الرجل الغريب يحفر في قبر صالح كان يقول في نفسه: يا الله على هذه الدنيا، بالأمس يا صالح كنت تساعدني على فتح قبور الآخرين وإخراج جماجمهم، وها أنا الليلة أقوم بفتح قبرك أنت وإخراج جمجمتك. ولكن هنا وقع شيء لم يكن يتوقعه ذلك الرجل الغريب. فبعد أن قام بفتح قبر صالح شاهد كيس الثياب. تفاجأ ذلك الرجل الغريب وقال مستغربا: ما هذا الكيس؟ وقام ذلك الرجل الغريب بفتح الكيس ليرى ماذا بداخله، وهنا كانت الصدمة الكبرى. وجد آلاف الدينارات داخل ذلك الكيس. لقد وجد جميع الأموال التي أعطاها لصالح. وقف ذلك الرجل الغريب عند القبر وهو لا يصدق ما ترى عيناه، وقال بتأثر كبير وكأنه يخاطب صالح: يا صالح، جريت وشقيت وفي الاخر شي ما هزيت. وهو ما يعني: يا صالح، قمت بالجري والسعي والشقاء، وفي النهاية لم تأخذ شيء معك، لم تأخذ مليم واحد معك. هذه هي الدنيا، فعلا إنها لواحدة من أكثر الحكايات التي يجب أن نستخلص منها الدروس والعبر. وهذه هي حكايتنا اليوم. أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم القصة، وأرجو أن تشاركون بآرائكم حول الحكاية بالتعليق أسفل الفيديو. في النهاية أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. إن شاء الله نلتقي في حكاية جديدة قريبا. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.